معي على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ حس العون. أهلا وسهلا بك. لديك موقف سلبي من خدمات الضمان الاجتماعي ويعني تعتقدين أن برامج الشؤون الاجتماعية لا تخدم الفقراء. لماذا يعني هذا الموقف السلبي وكيف وصلت إلى هذه الرؤية؟ أولا مساكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. هلا وسهلا. إن شاء الله يرجع لنا خادم الحرمين الشريفين بصحة جيدة ونحن ننتظر على حرم الجمر إن شاء الله. ثانيا طال عمرك أنا بما أني إنسانة أعمل في العمل التطوعي من أكثر من 25 سنة وقضيتي قضية معقب مجاني للأسر أو للفئات التي تحتاج خدمة سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالضبط طبعا القطاع الحكومي. فمن خلال التواصل مع هذه الجهات سواء وزارة الشؤون الاجتماعية عامة والضمان الاجتماعي خاصة وجدت أن هناك أوامر ملكية سامية تصدر بمراسيم ملكية فيها أكثر من 9 استراتيجيات يعني واحدة منها على مثال 29/12/1427 أمر سامي صدر بتحقيق 7 استراتيجيات لتحسين أوضاع الناس التابعين للضمان الاجتماعي وللأسف لم تفعل منها إلا 1 أو 2 وبنسبة 1-2%. هذه قضية يعني كارثية. إذا الدولة وولاة الأمر يضعون ميزانيات ويهتمون بالإنسان السعودي رجل كان أو امرأة والقائمين على هذا العمل للأسف الشديد لا يتواكبون مع أهداف الدولة. هذه مواطن تضيع بين حانة ومانة. القضية الحين برنامجنا كثير شفاف ولا أحد يقول قطعنا على الأستاذة حصة. بالله يتابعون تسمعين الأستاذة حصة؟ نعم ما قطعنا استرسلي. لا. وأنا لي معك تجارب كثيرة. المهم الفكرة الثانية أنه كون أنه فيه أشخاص غير مستحقين يستفيدون من الضمان الاجتماعي وصرفت هذه الملايين عليهم فأنا أعتقد أنه هناك اختراق. يعني الضمان الاجتماعي مخترق، الوزارة مخترقة، كيف يسمحون لشخص لا يدقق في يعني أجندته أو الملف تبعه؟ أستاذ حصة أعتقد موقعك أو المكان اللي أنت فيه مشكلة في الإرسال. أتمنى أنه نواصل مع الأستاذ حصة حتى في موضوع ثاني متعلق ب أيضا دراسة قدمتيها أنت. إن شاء الله نعود بعد قليل. دكتور طبعا احنا تحدثنا يعني أنت تنحو إلى المنحى التحليلي أكثر للموضوع، لكن أيضا فيه يعني وزارة الشؤون الاجتماعية لم تعترف بوجود الفساد في إدارتها، وبالرغم من ذلك قالت أنها اكتشفت وجود أسماء لرجال أعمال وأكاديميين في كشوفات المستفيدين. يعني ألا تعتقد أن هذه الحادثة جاءت نتيجة لفساد بعض موظفي الضمان، خصوصا أن الوزارة تقول أن لديها أنظمة إلكترونية موحدة وقوية يصعب يعني اختراقها؟ أنا أضم صوتي لصوت الأستاذة المتصلة لأن ذكرت أنا نقطة مهمة جدا في مسألة التدقيق. كلنا نعي يعني أنا أذكر يمكن من 10 سنوات من 20 سنة من أكثر من 20 سنة متعارف كان عند أي باحث اجتماعي بغض النظر عن النظام القائم في المنشأة التي يعمل بها بأنه يقوم بعملية البحث الاجتماعي وأخذ البيانات ومن ثم يكون هناك أشخاص آخرين يقومون بعملية التدقيق كعنصر مهم جدا كما ذكرت سلفا في عملية التأكد مما تم وضعه من بيانات ومعلومات عن الشخص المستفيد. كون أن يكون هناك حدث اختراق أنا ذكرت من السابق حتى لو كان هذا الشيء حنا شاعرين فيه بأنه بالفعل حدث اختراق، لكن أنا أتصور بأنه هذه تعطينا حتى مؤشر آخر لما ذكر في المقال، حيث ذكر في المقال بأنه بمجرد ما نعرف بأن هناك أشخاص غير مستفيدين استفادوا من هذه الخدمات أو هذه الأموال يتم استبعاد أسمائهم. أنا حقيقة وضعت علامة استفهام على هذه الكلمة، يتم استبعاد أسمائهم فقط أم أن هناك يعني نظام موجود ومعمول به في الوكالة يتم من خلاله مثلا مساءلة هذه الفئات، يتم من خلاله مثلا سؤالهم عن إمكانية إعادة هذه الأموال بشكل نظامي وبشكل قانوني حتى تصل رسالة
إلى جميع الفئات المشابهة، إلى أن هناك نظام يحكم هذه العملية حتى وإن كان تم اختراقه. لا يوجد هناك وكالة أو نظام كامل، أي نظام يعتبر نظام وضعي أو نظام وضع من قبل أشخاص معرض للاختراق ومعرض لأن يساء استخدامه، ومعرض أيضا لأن يكون موجود به كثير من الثغرات. طيب اليوم احنا نتحدث عن 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 هذه الـ يعني السرقه او يعني اخذ اموال بدون وجه حق. طبعا تلاها يعني هذه تاتي بعد ايضا قضايا مشابهه موجوده في القضاء، موجوده في الحديث، يعني فقط نراه صحفيا. ايضا بعض الاجهزه تتعامل حقيقه مع الصحافه في تسريب بعض المعلومات، ولكن نهاية المشهد دائما ليست واضحة. يعني لا نعرف كيف تمت محاكمة من أجرم، من نهب، من سرق، كيف سيحاكم، كل هذه الأمور غير موجودة. يعني من يتحمل غياب أيضا المعلومة النهائية اللي هي الحكم، من يتحمل أيضا غيابها؟ أيضا ألا ترى أنها من ضمن المسببات اللي تخلي مثل هذه الظواهر تكون موجودة؟ نعم، أنا أؤكد على هذا الكلام وأؤكد على صحته، لكن أيضا هناك جانب آخر هو قد يكون يعني قريب جدا مما ذكرت يا أستاذ. هو كما ملك الأشخاص القائمين على العمل في هذه الوكالة الشجاعة في أن يقومون بطرح هذا الموضوع في الصحف على الملأ، وأن يقومون بذكر هذه الحقيقة حتى وإن كان مضى عليها سنوات طويلة، وأن هؤلاء المستفيدين قد مضى على استفادتهم من هذه الأموال بغير وجه حق سنوات طويلة، إلا أني أنا في تصوري بأنهم ملكوا من الشجاعة الشيء حتى ولو كان البسيط فإنهم يطرحون مثل هذا الموضوع. الأمر اللي يعطيني مؤشر آخر بأنه من الممكن أنهم كما طرحوا الموضوع بشجاعة أن يواصلوا أيضا في عملية كشف هذه الفئات، كذلك أيضا قد أن هذا الموضوع يقودهم إلى كشف بعض الفئات الموجودة لديهم في نفس الوكالة من الأشخاص اللي يكونوا غير أهل للبقاء في مثل هذه الأماكن. لا نغفل أبدا بأنه كما ذكرت سابقا أي وكالة أو منشأة خاصة كانت أو حكومية لابد أنها تكون قائمة على أنظمة وعلى أسس وعلى قوانين شرعية ونظامية تحكم العمل وتحكم سلوك الأفراد المتواجدين بها. فإذا كان هم طرحوا هذا الموضوع بهذه الشجاعة، أنا أتصور بأنهم من الممكن أنهم حتى ليس عيبا يستفيدوا حتى من هذا الخطأ، كلنا نستفيد من أخطائنا، العيب فقط أن نقوم بإنكار هذا الخطأ. أتصورهم ما أنكروا هذا الخطأ وذكروا هذا الكلام وذكر في الصحف وقراه كثير من الناس، ولولا ما ذكر في هذه الصحف ما كنا الآن متواجدين لنقاش هذا الموضوع في هذه الحلقة. نعم، عموما يعني الإعلام السعودي مثل في الصحافة السعودية تحديدا الحقيقة له دور مهم في الفترة الأخيرة في يعني إظهار هذه المواضيع اللي لازم المسؤول أو القيادة العليا يكون لديها علم أنها موجودة، حتى يعني يتم العقاب، يتم أيضا تطوير بعض القوانين. هذا الرأي طبعا حسب ما يراه مراقبين. عادت معي الأستاذة حصة العون. أستاذة حصة، يعني قبل أن ننهي، يعني لماذا رفض الوزير دكتور يوسف العثيمين مقترحاتك في تطوير خدمات الضمان، على رغم أنك تقدمت بها على شكل دراسة علمية كما يعني تقولين وكما هو معروف أيضا في الوسط العمل التطوعي؟ أكثر من مرة عرضت عليه مشاريع وآخر مرة. يا أعتقد أن حظي معك سيء اليوم يا أستاذة حصة، ما أعرف المشكلة عندنا ولا عند أستاذة حصة يا شباب. الإرسال هي الشبكات مشكلتهم ولا مشكلتنا حنا مشكلتهم؟ طيب ولا يهمك. عموما ما أدري إذا بتعود معي الأستاذة حصة أو لا. أستاذة حصة تسمعيني؟ معك طال عمرك. طيب تفضلي باسترسال وثبتي على الموقع اللي فيه أنت الآن، لا تحركي لا يمين ولا يسار، باقي لنا 3 دقائق. تفضلي الآن لأن الوضع الإرسال سيء جدا. أحتاج إلى موقع سيركون برزنتيشن لعرض على معالي الوزير. طيب أشكر الأستاذة حصة العون على المشاركة، وحظنا سيء، يبدو لي في مشكلة في موضوع الإرسال وكذا. أيضا الحقيقة هذا الموضوع أعلم أنه مبتور مهنيا
الغياب الجهة المسؤولين في الضمان الاجتماعي وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن الحقيقة حاولنا حتى يعني أنه نتخيل ماذا سيقولون. أشكر الحقيقة ضيفي من جدة المستشار الاجتماعي الدكتور عادل الجمعان على حضوره في استديوهاتنا هناك. أيضا أشكر مرة ثانية الأستاذة حصة العون أيضا على المشاركة.